الطفل خالد السيد عبد المجيد 16 سنة، ده طفل في عرف القانون أو حدث، طالب في الصف الثاني الثانوي، تم اختطافه يوم 28 مارس 2016 من البيت، من المجموعة اللي هي أكتر من 20 أو 21، في ناس بيقولوا 23، من الإسكندرية. معايا الآن والدة خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ماذا يحدث في إسكندرية، ولماذا تم اختطاف يعني ابن حضرتك؟ خالد عمل ايه وليه؟ ليه؟ خالد والله كان نايم في البيت الساعة 4 الفجر، لقينا الباب بيخبط، مين؟ حكومة. ففتحنا، فين خالد؟ جبنا خالد، صحيت خالد من النوم وقلت له خالد اهو، قال لي لا انا عايز خالد. قلت له ده خالد، الضابط عاد عليا الكلمه 3 مرات، قال لي انا عايز خالد. قلت له والله ده خالد. قام جاي متصل بالتليفون برد بقى اعلى منه، قال له خالد صغير، قال له هاته. يعني قال له ما ترجعش ايدك فاضيه، هاته. يعني حاجه والله والله العظيم بقينا يعني الدراما. يعني اقول لحضرتك ايه، يعني مثلا في فيلم التحويله العسكري ولا المعتقل المسيحي خلوه مسلم عشان هو كده، لكن النهارده راح يعتقل واحد كبير لقاه طفل قال له هاته. كملي حضرتك كملي. وبعدين انا بسأل الضابط، بقول له طب حضرتك هتاخدوه على فين عشان انا اشوف ابني؟ طيب انا ابني، بقول له حضرتك انا ابني لسه طالع ما بقالوش 27 يوم. هو خالد كان معتقل قبل كده؟ خالد كان معتقل من الشارع، كان رايح عامل عملية ورايح للدكتور يكشف عليه عشان العملية كانت ورمة، فقبضوا عليه وهو ماشي رايح للدكتور. المهم خد فيها 4 شهور و10 ايام وطلع براءة، طلع الحمد لله مفيش أي حاجة. بس قالوا بس في متابعة هتيجي عندنا كل 15 يوم. تمام. بقى خالد راح، فالظابط قال له انت جاي، راح طلع للظابط وقعد معاه وقعد ساعة هناك، وبعد كده روح، كان ميعاده بكرة، مع الميعاد التاني بكرة. فأنا بكلم الظابط بقول له ده خالد والله بيروح المتابعة وهم في قسم رملة عارفين يعني وكده، طب انا اعمل ايه؟ طيب اشوف ابني ازاي؟ اروح لابني ازاي؟ قال لي ما تساليش وما تدوريش. ما تسأليش وما قال لي لا تدوريش. تسالي على ابنك. قال لي لا تسالي عليه ولا تدوري. طب احنا فين بقى؟ احنا فين؟ احنا في دولة كده؟ احنا في غابة. ما انا تسأليش دلوقتي وما مش لاقيه تدوريش. ابني. انا مش لاقيه ابني. بس هي يا ام خالد مكالمة مذهلة حقيقة اللي عملها الضابط دوت مع الرئيس بتاعه. قالوا لقيته صغير، قالوا هاته في ايدك وتعالى. ده حاجة يعني حاجة. هم كانوا مستغربين من خالد دي. يعني انا بصحي لهم خالد مستغربين، طب فين قلت خالد؟ قلت لهم هي دي قط، قلت لهم هي دي قط، وهم مفكرين خالد جايين على خالد ده بقى حاجه كبيره كده. خالد لسه ابني ما لحقش يفرح بخروجه، لسه ابني لا راح ولا جيت، ومقعده جنبي خايفه عليه، مقعده جنبي، وقلت طالما بيروح للبيام دي يبقى خلاص محدش هيدور عليه ولا حد هيجي ياخده مني تاني. فأنا مش عارفة أجيب ابني منين، مين يجيب لي ابني؟ طيب أنا دلوقتي عايزة ابني، عايزة أعرف ابني فين، أنا عايزة أعرف ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط، أنا ما أعرفش حاجة عن ابني. ان شاء الله يعني اتمنى بس ام خالد تتواصل معانا، وعايزين تفاصيل اكتر عن خالد وصور وكده ونتابع مع بعض. بشكرك شكرا جزيلا والدة خالد السيد عبد المجيد 16 سنة في الصف الثاني الثانوي، اللي تم اختطافه المرة الثانية من بيته يوم 28/3/2016.